السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الغاليات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا نتوما والناس اللي عزاز عليكم بألف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة اللي كنتمنى تعجبكم واللي شاركت معكم فيها جولة غزالة في بريكوما. حاولت ما أمكن أنني ندير لكم جولة شاملة قدر المستطاع، وركزت على الحويجات اللي حنايا النساء تنمشيو على وديتهم البريكوما. فيها صراحة بزاف الحويجات، لي بلونت، لي فاز، الورود، لي طابل، داكشي اللي كيخص لا كويزين، البلاستيك، الزاج البديع، البابي بان، البابي اديزيف اللي داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي واللي غادي نهضر لكم عليهم اللي غنوصل الفقرة ديالو. بزاف ديال لي تروك ديال الحيل فيه صراحة ما يدار غير هو الأثمنة. دائما الإنسان يمشي ويراعي القدرة الشرائية ديالو ويمشي على قد جيبه. بنادم ياخد فكرة، يدور يشوف شنو هما اللي تحوك اللي كاينين ويقلب في بلايص واحدة أخرى ويمشي يتقدم للبلاصة اللي تسلكو على قد جيبه. هذا دائما هو المبدأ ديالي. كاين شي حويجات اللي ممكن ما نلقاهمش على برا، كنلقاهم غير تما، ديك الساعة تنبقاو نديروا واحد البروغرام باش نجمعوا داك الثمن ونمشيو ناخذوا ديك الحاجة من تما. اما الا كانت شي حاجة اللي هي موجودة تبارك الله على برا، موجودة عند مالي المحلات اللي كيبيعوا هادشي ديال تركيا، يعني ما كاينلاش نمشي ناخذها واحد الثمن اللي هو غالي وانا نقدر ناخذها بثمن اقل. مهم هذه غير نصائح وصافي. انا غير درت لكم جوله باش اللي بغات تمشي لبريكوما على شي غرض تاخذ فكره اشنو كاين، واش تمشي ولا ما تمشيش. والدريات تبارك الله ما شاء الله الدريات، من هاد في هاد النقطه هذه غادي ندعي معكم واحد الدعيوه ومعانا كاملين. الله ينور طريق كل واحد مسلم، كل واحد يبغي الخير لخوه المسلم، والله ينور طريق كل واحد كيشاهد هاد الفيديو مدعمني. شكرا لكم بزاف بزاف، لان القناه بلا بكم ما كتسوى والو. الا ما كنتوش نتوما راه ما كايناش القناه. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى، الهدف علاش درت القناه انني نفيدكم وما توقعوش في اخطاء وتستفدوا معايا من بزاف ديال الحوايج، تكون الرساله وصلت والهدف تحقق. اذا نخليكم تشوفوا لا فيديو ما نطولش عليكم، وملي غتكون شي نقطه اللي غادي نشير ليها راني غادي نتكلم. هو صراحه انا علاش مشيت لبريكوما، مشيت على وديت واحد جوج ديال لي زيتاجير. كما كتعرفوا في ايكيا كاينين لي زيتاجير البيضين، ولكن الميتراج ديالهم طوال. بغيت انا شي حاجه قصيره في الطول، قالوا لي كاينه في بريكوما، ملي مشيت لقيتها ما كايناش في ستوك، ومشيت على وديت واحد البواطات. ان شاء الله ملي غنوصل لديك الفقره راني غادي نهضر عليهم. وبلا ما نطول عليكم نخليكم تشاهدوا لا فيديو، كنتمنى تعجبكم وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم الا عجبتكم بطبيعه الحال، وما تنساوش تخليوا لي تعليقات اسفل الفيديو باش نعرف الراي ديالكم، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس لانه الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله جد مفيده وفيها ما يتشاف ان شاء الله باذن الله. الله يقدرني نصورها لكم عما قريب ونخليكم فرجه ممتعه.
وهنا يا البنات بغيت نشير لواحد النقطة بالنسبة للأخوات اللي كيعانيو من مشكل الزربية كتزلق فوق الزليج اللي كيكون رطب، فيكفي أنكم تاخدوا هاد سكوتش اللي كيلصق دوفاس من الجهتين بجوج، غتلصقوه في الجوانب الزربية وتلصقوها في الأرض وكيكون حليتو المشكل، ما كتبقاش الزربية تزلق ليكم. وهنا جيت لهاد البلاصة ديال بابي أديزيف ومن لا يعرفوه، اللي ولا داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي صراحة دار حلول كثيرة، واخا هو غير ديال البريكولاج ولكن دار حلول كثيرة لبزاف ديال الناس اللي عندها شي بلاكارات ما عجبهاش اللون أو لا خسروا لها تقشروا، يكفي أنها تحكهم وتغلفهم بهاد البابي أديزيف بلا معلم بلا نجار بلا حتى حاجة. سطح العمل مثلا الناس اللي كاريين تيكون عندهم زليج أو اللي تيكون عندهم الرخام فيه عيوب، يكفي أنهم يغلفوه بهاد البابي اديزيف. تختاروا اللون اللي بغيتو، كاين الاشكال اللي بغيتوها والالوان، انا حاولت ما امكن نقرب لكم الصوره. وحتى البابي اديزيف اللي تيكون ترونسبارون شفاف بحال الزاج، فصراحه زوين، هو عملي، كتغلفوا به مثلا اي حاجه بغيتوها تبقى في المنظر ديالها ولكن تحميوها. فانا درت هاد التجربه هذه، داكشي علاش كنقول لكم اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، لان الفيديوهات اللي جايه فيها ميتشاف. وبالنسبه للثمن 45 درهم للرولو، الرولو في الميتراج ديالو فيه في العرض ديالو 45 سنتيم وفي الطول ديالو فيه 2 متر. هذا هو الديفو اللي ما عجبنيش، هو ان العرض ديالو ما عريضش، فيه 45 سنتيم وسولت على عرض اكثر قالوا لي لا ما كاينش، وضروري غادي يكون داك الترقاع بالنسبه للمساحه اللي كتكون كبيره، وداك الترقاع انا هو اللي ما عجبنيش. بالنسبه للرولويات اللي كيكونوا كبار بحال هكا وكتلقاو الثمن ديالهم 300 درهم 200 وزياده، وهذا راه ماشي انكم غتاخذوا داك الرولو كامل غتديوه وغيبقى ضايع ليكم والثمن غالي، لا، انتم كتعبروا الميتراج اللي انتم باغيين. ودائما نصيحه، وفيو شويه، دائما زيدوا ميتراج زايد باش الا ضاع لكم شي طرف تقدروا تعوضوه. كتمشيو عندهم كتقول لهم ها الميتراج اللي بغينا وها الموديل اللي بغينا، كيقطعوا لكم واخا يكون رولو كبير، تيقطعوا لكم داكشي اللي طلبتوه وتخلصوه بنفس الثمن، يعني 2 متر ب 45 درهم، كل 2 متر ب 45 درهم. المهم حاولت ما امكن نقرب لكم التصوير يكون واضح، نتمنى يكون واضح، لان كنت بغيت انا شي واحد يصور لي بهذا الوضوح ما لقيتش، داكشي علاش اضطريت انني نمشي لراسي، وراني يعني خديت شي شونتيو هكا من البابي اديزيف باش ندير عليه تجربه وغنشارك معكم كلشي بلي ديتاي. فغير انتظروا الفيديوهات ان شاء الله وغادي تستافدوا معايا. وبالنسبه لهدايا البنات، راه البابي بان اللي عندها شي حيط في شي بيت بغات ديكوريه فتاخذ هاد البابي بان، الثمن ديالو زوين، الرولو ب 99 درهم، يعني فيه تبارك الله، ما عمري صراحه ما جربته، ولكن فيه موديلات غزالين، يعني فيه شكيلات فنين. Thank you.
وهنا البنات جيت كنقلب على منظمات او الطاسات ديال القمح والفورس والفينو، ما لقيتش داكشي اللي بغيت، واللي سولت عليه البنات قالوا لي راهم كاينين في بريكوما، ما لقيتهمش، لقيت غير هادو كتلقيهم يا اما كبار يا اما صغار. بالنسبه لي انا ماشي عمليين لان ما عنديش لي سباس ديالهم، وجاوني حتى الغلاقات ما كيتسدوش مزيان، فصراحه ماشي ما جاونيش ديال الدقيق وديال القمح وداكشي ما غاديش يحافظوا عليه. وديجا اما كنلقى الكبار بزاف يا اما كنلقى الصغار بزاف، والصغار ديجا راه متواجدين على برا. وصافي قلت ما نصبر شويه حتى نقلب على الطاسات اللي انا باغا. انا من النوع اللي ما كتكيلش بزاف ديال القمح والفورس وهذا، لان ساكنه في واحد الحي اللي كلشي متوفر فيه الحمد لله، جوج خطوات كنجيب الحاجه. فهادو هما الطاسات اللي انا كنقلب عليهم، كيتسدوا مزيان، وعندهم هكا الكيسان ديالهم فيهم العبارات، وعندهم الروايض صراحه عمليين وعجبوني، وفيهم الاحجام مختلفه من اصغر حجم حتى اكبر حجم. يعني ياخذ بنادم غير ثلاثه ديال الطويسات ولا اربعه، يدير وحده فوق وحده بجنب الثلاجه ولا شي بلاكار، ما غاديش يديرونجيو. هادو هما اللي كنقلب عليهم، وقالوا لي كاين واحد لاباج في الانستغرام صراهم كديرهم، الا ما لقيتهمش راه غنسولها على الثمن، والا كان مناسبني راه غادي ندومونديهم من عندها. Thank you.
وبالنسبه لهاد التروك هادي، هاد الحيله هادي زوينه بزاف. هاد البياسات هادو الا كانت عندك الطبله عندها الجوانب ديالها او الحواف ديالها ماضيين كيضروك، دائما كيضربوا ويضروا ويضربوا الدراري الصغار، يقدر يضربوا في جبهته. فكديري هاد اللعيبات هادو موضحين في لومبالاج كيفاش كتلصقيهم، عمليين وزوينين، كتحمي بهم وليداتك وكتحمي بهم حتى راسك وكاع الناس اللي في الدار. بالنسبه اللي عندها عاوتاني الدراري صغار ولا تربيه يلاه كيبدا يكتشف وكيبدا يحل لك الدفوف والبلاكارات، كتلقاي معاه مشكل يقدر يجبد لك شي حاجه اللي ممكن تضرو، وعندك الباب او الدفه ما عندهاش الساروت، فيكفي انك تاخدي هاد لي تريك هادو زويونين، راهم غي الثمن ديالهم راه صراحه مناسب. ها هما كما تشوفوا موضحين في لومبالاج، كتسدي ديك الدفه ما كيبقاش يقدروا الدراري يحلوها.
وهنا يا البنات وصلنا لنهاية الفيديو، فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وتاريتوا معايا وشفتوا الجديد في بريكوما. وعندي واحد الشكر جزيل للناس اللي بقات كتفرج حتى لهاد اللحظة، وأكيد هادو اللي غيتفرجوا حتى لهاد اللحظة راهم غيخليوها ليا في الكومنتير. فكنشكركم بزاف بزاف بالدعم ديالكم، أنا كنتشجع وكنزيد نحط لكم، وخا راه كنلقاو صعوبات في التصوير، ولكن تنقول علاش لا ما نبارطاجيش مع الأخوات. كاين اللي ما تقدرش أنها تمشي ودي بلاصة حتى تشوف اشنو كاين بعدا في داك المحل، وماشي بالضروره انكم تدخلوا لشي محل انكم تشريوا، راه ممكن. انا شحال من مره دخلت لهادو لي كونت سيرفاس، كندخل كيف ما دخلت كيف ما كنخرج، يعني كنلقى بان الاثمنه كاع اللي كنشوف ما مسلكانيش، كندخل كناخذ فكره كنستافد كنعرف شنو هو الجديد وكنخرج في حالي، وكنبقى ندور ثاني في المحلات الاخرى حتى كيسهل الله وكنشريها بالثمن اللي كيناسبني. هادشي اللي نقدر نقول لكم، ما سخيتش بكم وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم الا عجبكم المحتوى ديال القناه والمحتوى ديال لا فيديو. نتمنى لكم، نتمنى الله سبحانه وتعالى ييسر لكم اموركم ويوفقكم، وخليتكم في امان الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.